نماذج وشخصيات سعت للتميز ووصلت إليه لتجد قدوة وتستفيد منها في سعيك للتميز. ابحث عن قدوة في كل عنصر من عناصر السعي للتميز: الإيمان، العمل، العلاقة. الإيمان قدوتي فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي العمل قدوتي هي أمي، وفي العلاقات هو أبي. دائما بقربه واستفيد من خبراته مثل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أقرأ سيراته. 3. تعلم منه واجعله يشعر بأنك تستمتع في التعلم منه، فيعرف عليك في العلم والخبرة، أي ألقي عليه الشكر والثناء الكثير. 4. أطلب منه وقتا مخصصا لك، وإن لم يكن فاقرا في سيرته وقصصه، وابهم أسراره مثل النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقرأ قصصه وأستفيد.